طبعا في شيء مشروع سقي الماء من المشاريع الجميلة اللي ترعاها جمعية البر بالمدينة المنورة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. هذه الموية أعطوني إياها الشباب، مثل هذه الموية هي اللي توزع في المناطق اللي أعلننا عنها، وهي في ساحات المسجد النبوي الشريف، في حول مسجد قباء أيضا، مسجد الميقات كذلك، مسجد الشهداء حول جبل الرماة وجبل أحد، وعدد من الأماكن اللي الآن إحنا في موسم الحج يزورها حجاج بيت الله الحرام مع اقتراب موسم حج هذا العام. تقريبا 200 علبة مثل هذه العلبة ب100 ريال يستطيع أي شخص أن يساهم من خلال مسح الباركود الظاهر أمامكم على الشاشة. ومصداقا أيضا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة هي سقي الماء. طبعا بشركم أن هذا المشروع إحنا بدينا فيه قبل فترة قريبة واكتمل حتى الآن تقريبا نسبة 31% من المشروع، وعندنا أيضا يعني الإمكانية أنه إحنا ندخل من خلال المتجر الإلكتروني أو حتى من خلال الآيبان للبنك اللي موجود أمامكم. هل عندنا تقرير نشوفه؟ طبعا مثل إحنا مثل ما نقول دائما أنه 200 عبوة بقيمة 100 ريال هي تشمل كل شيء إلى أن تصل حتى لزوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان من الحجاج أو حتى من غيرهم مع هذا الموسم العظيم، وهي أيام عشر ذو الحجة اللي إحنا على مشارفها، وهي عشر مباركة بلا شك. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دائما نذكر إنه المتجر الإلكتروني هو من أسهل الطرق اللي أنت تقدر تتبرع فيها، تمسح بالكاميرا الباركود اللي موجود أمامك على الشاشة تتبرع، حتى مو شرطك تتبرع 100 ريال مبلغ كامل، ممكن أنت بنصف المبلغ لو يعني ما عندك المبلغ كامل أو أنت تحب أنك تتبرع بأقل أو أكثر، كله متاح. خلونا نشوف هالتقرير ونرجع لكم. يا عناوين السكينة حبنا المغروس فينا، يا بواعث كل راحة، يا جمالك يا المدينة، يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا المدينة. يا حضن ضم الرسول طمانة حال الوصول، يا حضن ضم الرسول طمانة حال الوصول، ظلل وداوى الجراح ظلل وداوى الجراح، يا أمن دافي الحقول، يا جمالك يا المدينة، يا جمالك يا المدينة.